خط البحر هون. ده مسطح مي محطوط على الارض، يبقى شيء على شيء، يبقى في جسم يفصل بين الميه والارض، الميه والارض. الميه دي مسطحه برضه، فالموجه دي حاجه يعني علت عن 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 مسطح الميه، يعني ميه على ميه، فكان لها ارتفاع. جسرها برضه اهو، وجسرها ده خط ايه؟ خط على ايه؟ بعدي. خط بعدي، يعني هيروح يتلاشى مع الخط الاساسي بتاع الايه؟ الميه. خط بعدي اهو، خط البعدي اللي هو ايه؟ الجسر الفول بوك، اللي هو خط التقاء الموجه بسطح الميه. هي ميه على ميه، بس ميه علت على الميه، على الميه اللي هي المستويه عندنا. فده الجسر اهو. طيب ده الاساس اللي هتطلع منه الموجه، هتطلع لفوق في السماء. ارتفاع الموجه قد ايه؟ انت حر بقى، عايز تعليها توطيها براحتك. احنا نخلي ارتفاع الموجه لحد هنا بس. يا تسونامي كده. ارتفاع الموجه لحد هنا بس. فارتفاع الموجه ده هيشكل ايه؟ خط. خط بعدي كمان؟ خط. والخط ده يعتبر بعدي. هيروح يتلاشى مع الخط الاساسي اللي هو الجسر. ده هيبقى جسر الضوء، وده هيبقى جسر الايه؟ الظل، اللي هيشكل لنا حجم الموجه وارتفاعها. احنا قلنا المايه مسطحه، ماشيه المايه في امان الله، وهوب لقت نفسها بتطلع ماشيه اهي، راح للعمق نقطه التلاشي. لازم يكون في نقطه تلاشي عشان ما تديليش خط كده ولا خط كده، لا هو خطوط واحده. المايه راحه اهي للعمق، وهوب لقت الموجه فاعله. راح المايه اهي، لقت الموجه فاعله. وهنا علت علت، لكنها هنا ايه؟ لما علت جو انقلب التاني. الميه فوق اهو، ارتفاع الموجه اهو، وهوب نزلت مره واحده. ده الخط، احنا قلنا خطوط وضوء وظل. احنا بنعمل الخطوط اللي هنمشي عليها لرسمه الموجه. الخط الاعلى هو بتاع الموجه اللي هو القمه، اللي هناخد من الجسر الضوء اهو، علا 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 وقام نازل. فشكل هنا ايه؟ زاويه. مشكل ارتفاع الهواء، انحناء، سوكه، انحناء، مشكل خط واثنين. فاضل الثالث اهو، الثالث ده اللي هيكون الشلال اللي نازل من فوق وبصب على ارضيه البحر نفسه، فيعمل ايه؟ الرغاوي العاليه دهيت، وهكذا. يبقى ايه؟ نشرحها تاني. نشرحها تاني. خلاص خلاص. انا اتصرفت. ده سطح الميه افقي، ده خط ايه؟ افقي. خط افقي. والخطوط اتفقنا كم خط؟ ثلاثة. أربعة. خط أفقي أو عرضي، وخط رأسي، وخط بعدي، وخط عشوائي. إيه بقى العشوائي يا شيخ؟ ده إيه العشوائي؟ اللي هو بتاع الصخور، بترسم وردة، بتبقى خطوط متعرجة ومنحنية وفي أي اتجاه. ملهاش صفة هندسية يعني. ملهاش صفة هندسية، الله ينور عليك. ده خط أفقي، لازم يكون بيوازي الخطوط الأفقية كلها متوازية. ده لازم يكون متوازي هكذا. خلاص؟ واحنا قلنا ان ده سماء ودي ارض. والارض دي فيها ميه ويابس. هناخد الميه اهي. البحر رايح لم هنا وعمقه بيمتد في هذا الاتجاه. البحر رايح كده. طبعا الميه ده شيء. ده شيء. مش كده؟ الشيء ده هو اللي هو بتاع الميه على شيء تاني اللي هو الارض. وقلنا اي شيء على شيء بيكون حاجه اسمها ايه؟ جسر. الجسر ده اللي بينطلق من خلاله الظل. الظل بيكون مشترك.
الظل لو الشيء جار الشيء بيكون الظل مشترك بينهم، انما الشيء على الشيء بحر مية على ارض بيكون جسر الظل للشيء اللي تحت مجسم. يبقى الجسر الاول مش جسر المية، ده جسر الارض. مفهوم يا جماعة؟ بالعكس لازم تبقى فهم، ده جسر الارض، جسر الجسر اللي هيكون المية فوق الارض، فبتشكل جسر ظل. جسر الظل ده هيكون على الارض نفسها، على على الشيء اللي تحت. لكن هو جزء، لكن هو ظل الظل اللي فوق، ما هو بيكون بياخد اللي فوق بياخد منه ظل، بس الاكثر صاحب النصيب الاكبر الارض لانها هي اللي تحت، هي اللي تحت. طبعا في السنه هنا للميه مش مهم نشرحها دلوقتي ولا نشرحها بالمره. الالسنه ديت عباره عن خطوط برضو، الخطوط دي لازم تراعي ان هي رايحه عند نقطه تلاشي او عمق البحر، نقطه واحده، كل الخطوط في نقطه واحده رايحه في حته واحده. فطبعا البحر هيخش بالسنه وهيطلع في نفس الاتجاه اهو اهو، كل الخطوط بتضرب في اتجاه واحد عشان الميه ما تجلبش منك لفوق ولا تحت. وده الجسر ده هيبقى جسر الظل بالنسبه للارض عشان يحسسك ان الميه فوق الارض. تمام كده؟ طيب احنا لسه ما عندناش الموج، الميه عاديه هي ما فيش حاجه عليها، ميه حلوه ما فيش موج ما فيش ارتفاعات. احنا عايزين نعمل ارتفاعات، بناخد اول حاجه ايه؟ جسر برضه للموجه اهو، ده الخط اللي هنبدا الميه تعلى من خلاله من عليه، وهتعلى لحد فين انت المتحكم. عايز تعلق لحد هنا ماشي، عايز تعلق لحد هنا ماشي، عايز تعلق لحد هنا وهيبقى تسونامي وتطلع علينا غرقنا بلاش، احنا نخليها لحد هنا، نخليها لحد هنا كده. يبقى ايه الارتفاع اهو، وهنعمل خط للموجه للشيء الجديد اللي احنا عايزين نعمله اللي هي الموجه. الخط ده اسمه خط ايه؟ لازم يتلاشى مع الخط اقرب خط بعد ايه؟ ليه؟ اللي هو ده اهو، يوطى 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 لحد ما يروح متلاشى. يبقى الجزئية ده هي ارتفاع الميه. تمام؟ تمام. احنا كنا ماشيين في امان الله، الميه ماشيه في امان الله، هوب لقت ارتفاع بتقوم طالعه كده، الميه بتطلع بايه؟ بعرج كده. ما بتطلعش ايه؟ عموديه، لا بتطلع بعرج. خدت بالك؟ هكذا تطلع واحدة واحدة تعرج لفوق هكذا هكذا. والعرج ده يا جماعة ليه قصة في القرآن، وهو من إعجازات القرآن. خدت بالك من إعجازات القرآن إن إحنا ما نعرفش نطلع السماء إلا ب يعني عروج، بعرج عروج، يعني ما ينفعش تطلع السماء مستقيم مستقيم كده يمكن، مش يعني الكلام ده بيتكلم فيه العلماء، لازم يكون في عرج، لازم تطلع بايه؟ بميل. نظلوا فيه يعرجون. المهم خلينا في اللي احنا فيه، احنا ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه. المايه هتبقى ماشيه دوت عدله، اول ما تيجي عند الجسر هتبدا تعرج وتطلع. لذلك رحله الاسراء والمعراج. اهو. فالميه وهي ماشيه كده طلعت طلعت، فلما بتطلع خالص بتقوم مقلوبه كده. طبعا الميه اهي ماشيه في امان الله، علت خالص وراحت مقلوبه. ميه ماشيه اهي وقامت مقلوبه. فلما انقلبت نزلت على السطح تاني. نزلت على سطح الميه بس بعيد شويه عن ايه؟ عن جسرها، لان دي طبعا تقدمت. بتنزل هنا في مسافه بين دي ودي. فلما نزلت خبطت في الميه فطرطشت طرطشت هكذا طرطشه، والطرطشه دي عملت السنه، السنه فوق الايه؟ فوق مسطح الميه. والالسنه دي بتعمل السنه زيها زي الخضره زي اي حاجه. اي حاجه عشوائيه بتعمل ايه؟ قصور بينها وبين الحاجه اللي عليها، فبتعمل السنه هنشوفها دلوقتي.
طبعا احنا قلنا ده طلع اهوت ونزل فشكل ايه زاويه او سوكه او منحنى، ودايما بنقول المنحنيات عباره عن خطين اهو لازم لهم ثالث اللي هو ده، ولكن الثالث نازل كده ما تخليهوش شويه طالع لان المويه نازله خلاص ليفل لتحت فنازله. الخط الثالث ده بيبقى ايه؟ الشلال، الشلال بتاع المويه نازل لما طلعت ونزلت زي النخله فاكر؟ طلعت ونزلت فعملت شلال من الجليد بيتقدم الايه؟ الجليده نفسها اللي احنا اهو زي ده كده. تعالى يا اهو طلعت هنا بس اللي ظهر فكره مش هنا، طلعت وقامت نازله تاني، بعد ما طلعت هنا نزل التاني اهو. الشلال ده بيجي لحد هنا كده وبينتهي، بينتهي بلجامه برضه هكذا مش كده ولا ايه؟ شرح الموجه كده سهل؟ تمام. يلا ننفذ. يلا ننفذ يا جماعه. احنا رشينا السماء وخدنا مسطح الميه وخدنا جسر الظل المكان اللي التقت السماء فيه بالميه، السماء الاعلى يبقى الجسر اللي تحت زي ما اتفقنا للميه، الميه اعلى والارض تحت يبقى الجسر اللي تحت زي ما اتفقنا للارض ظل اهو وانت جاي ظل، جسر اهو وانت جاي ايه؟ تطلع على الفاتح، جسر اهو وانت جاي تطلع على الفاتح. عملنا الخط البعد بتاع الميه وطلعنا الالسنه، عايزين نعمل الموج معانا الغامقه عشان نعمل الجسور اهو، ده الجسر المبدئي بتاع الموج. عملت جسر خفيف كده يعني مناسب، هي ميه هي على بعضها صحيح بس ميه، ما تعملش جسر غامق مره واحده. الجسر الغامق هيتعمل بقى في الاعماق لما يكون هناك اعماق، العمق هيكون في الجزئيه دي، الجزئيه ايه؟ ده هي اللي هي بتكون في لفه الموجه اسطوانه عليها اللي هي الميه بعد ما انقلبت عملت اسطوانه فارغه عميقه هنا، فهي دي اللي هيكون فيها ظل اعلى. كل مكان مكان اعمق كل ما كان الظل اعلى اهو عميق خالص اهو، وطلع على ايه؟ على الفاتح. كل ما تطلع على الضوء تفتح اه. عملت الاسطوانه ازاي؟ اما دي ما فيش اعماق فهي عاديه. طبعا الجسر الاول اهوت والجسر الثاني زي ما اتفقنا فوق، ولكن هتعمل بلون افتح لانه هو اقرب للضوء اهو. جسر الضوء زي ما عملنا جسر الظل هنعمل جسر الضوء اهو اهو مش كده ولا ايه؟ بقت الموجه منحصره بين الايه؟ الجسرين دول، والجسرين دول في الحقيقه هم خطوط. خطوط ايه؟ يعني بعديه يعني ايه؟ يعني هتتلاشى، تيجي توسع هنا وتعلى كل ما تروح لبعيد تتلاشى صح كده ولا ايه؟ مظبوط ماشي اهو. ده ال 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 جسر الضوء اهو، وطبعا جسر ايه؟ احنا بنعمل جسر ميه بتبقى طالعه نازله كده مش كده؟ ايوه وهنا طلعت خالص اهي وراحت نازله وراحت نازله، عملت الايه؟ الخط اللي احنا اتفقنا عليه. طب فين الثالث؟ اهو انزل انزل التالت اهو نازل، واللي هيشكل شلال الشلال بتاعنا لان الميه طلعت ونزلت زي النخله لما طلعت ونزلت اهو. طبعا لما نزلت اترزعت في الميه اللي هي الثانيه فعملت ايه؟ السنه وميه مرغيه هكذا، وبدات تتلاشى كل ما بتبعد هكذا. طبعا الميه ديت بقى شيء جديد محطوط على ايه؟ على الميه الاساسيه يعني بيبانوا الجسور. هذا جسر اهو جسور
يعني الجسور لائقه بالمال هي حتت حتت داخله حتت طالعه اهي. والجسر ده بتاع المايه اللي تحت بتاخد منه وتظلل هكذا، وطبعا بيكون اللي فوق ليه نصيب تاني. تمام. والمايه عملت اسطوانه هنا عميقه كانت اعمق. طبعا جسر الضوء فوق هنا كده نازل بايه؟ بالسنه من الميه. اما دي الميه كانت ماشيه فعملت السنه ما جه ايه؟ مستقيمه او على العدل، راح على الاعماق وطلع على ايه؟ وطلع على المرتفع بتاعنا اللي الموجه شكلت. فدي طبعا ايه؟ الظل اللي طالع من اللي فوق بياخد نصيب منه واللي تحت بياخد نصيب منه هكذا. وطبعا الموجه بتشكل امواج ثانيه، بتعمل لها جسور هنا هكذا. هذا جسور ظل وهنشوف هيتعمل لها جسور ايه؟ ضوء برضه اهو، لان ميه على ميه هكذا. المية هنا بدأت تتلاشى تتلاشى لحد ما راحت على بيتها. هنا أعلى حاجة الضوء، والحتة دي طبعا لما علت الشمس ضربت فيها فعملت إيه؟ ضوء خفيف هنا. طبعا الألسنة دي العالي بتاعها أهو وطلع منه ألسنة. العالي أهو وطلع منه ألسنة. حاجة على حاجة على حاجة. وهنا ايه؟ المية برضه عاملة ايه؟ حتت فلافية كده. مية سادة مية مية بتسد مية بتعمل ايه؟ ألسنة. طبعا الألسنة دي نازلة بنفس الايه؟ العرق بتاع الموجة. وهنا لما طلعت الميه بره كده عملت جسور جوه برضه اهو اللي هو سمك الميه نفسه. الحته الصغيرة دي سمك الميه. دي في الظل اللي فوق في النور. فبتشكل جرم للميه او حجم للميه او سمك الميه. ده بيطلع بقى ايه؟ بعد جوي حتة كده طلع 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 وطلع طلع ادي الكرسي احمد ادي الكرسي طلع. تفضل ماشيه في امان الله الاتجاه اللي احنا اتفقنا عليه، تلاقي الماء طلعت تكون طلع عليه. وهي دي نفس الكلام اهو، نزلت وماشيه ماشيه تلاقي طلوعنا من طلعه فما تقولش لا يعني اهو طلع ماشيه اهي وطلع. المايه هنا ايه؟ نزل. وهنا الشلال بتاعنا لما المايه انقلبت مش كده ولا ايه؟ وهنا هو لقيت الموجه اهي، الموجه بتجري ورا الموجه. وطالعه سيب السمك اهو وباخد جسر فوق. يعني الميه ديت عملت ايه؟ جسر ظل وجسر فوق صغير اصلا، ميه عامله جسر صغير. الله ينور عليك. انا مش مهتم بالميه قوي علشان بس نعرف الفلسفه، وبعد كده ايه؟ نهتم بالالوان والجلد. دلوقتي بقى مشكلها رغاوي طالعه رغاوي وقتنا خفيفه كده. واحد كل رجال هي واحد كل رجال بجد والله. لا كده خفيفه، لا كده بعيده، لا كده بعيده.
الأمواج بعيدا. طبعا انا نزلت بالابيض على طول، المفروض ما انزلش بالابيض على طول، ولكن نزلت بالابيض على طول عشان نبان يبقى معانا الضوء والظل عشان نفهمه. توزع بقى بعد كده بينهم خضر شويه على الميه عشان تظبط معاك، هتبقى تهدي الميه شويه اهو تاني. ايه؟ يبقى اخضر لازرق كده يعني. طبعا الامواج البعيده كان لها جسر اهو، ضربات دي دي كانت الايه؟ الموجه. شفت الميه عامله ازاي؟ لازم تقف يا جدعان الشارع لحد كده. السحابه نفس الكلام. ايوه السحابه بتبعد شويه عن الظل ده وتبدا تدي ايه؟ ضربات الجسور البيضاء. ما بتجيش على اللي انت عامله على طول، لا بتسيب حبه عليه، تضرب ضربات خفيفه كده ما تسجلش. اوعى تسجل اهو، وانت نايم فشكلت معاك كتل سحابه اهي، بتقوم جايه على اعلى حته وعامل بعد حته فتحه كده تضغط عليها، ما تسيبهاش فوق خالص، لا وزع منها ما تسيبهاش خالص، وزع منها. الغامق فين والفتح فين؟ فلتتك درجات. البنى ما تجلتش كله، تجلت حتة في حتة. خدت بالك؟ خدت بالك، وين حاسس بقى؟ ممكن توصل السحابة ده ايه؟ بديك؟ الزاز منها هي انا بتاعت جسور دي سحاب دخان، جسور ورا جسور وبتعلي الاضاءة في الحتة العالية اللي طالقة لايه؟ الشمس. هو ضربها من الاضاءة دي الشمس يعني. خد بالك وش ايه؟ حلو المنظر كده؟ اه ده شغلة كبيرة والله. ممكن النخلة اللي احنا عملناها كنا نطلعها من هنا كده، انت بالك لو جبل بعيد هنا كده اديك اجمل، بس انا طبعا عشان ما كركبش خلينا عنصر عنصر، ودي كانت المية بفضل الله تعالى. يلا يا شيخ.